بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في فصل جديد من فصول الحوار والمناقشة وسبر أغوار المعرفة. اليوم نحن أمام منعطف مهم في تاريخ هذه الأمم وهذه الشعوب، وهي بدء مسيرة التغيير التي انطلقت أو انطلق قطار التغيير في ربوع العالم العربي بعد دهر طويل من الخمول ومن الركود. نحن نجتمع اليوم والعالم من خلفنا يمور وتموج داخله تيارات التغيير التي نأمل أن تكون نحو الأفضل. تلك الشعوب العربية التي فقدنا نحن الأمل، وفقد بعضها الأمل في أن يصافح فجرا جديدا، هي اليوم تصنع المستقبل وتصنع التغيير. نلتقي اليوم لكي نتحاور حول هذه الأمور التي تسير من حولنا، عن مدى قراءتنا للتغييرات التي تجري، عن مدى وعينا بعمق وحقيقة هذه التغييرات. وفي الحقيقة أردنا من هذا اللقاء أن يكون لقاء مفتوحا، نجتمع هنا لكي نستمع ونتناقش أكثر مما تتاح إلى ضيفينا، وهما شخصيتان بارزتان كان لهما دورا كبيرا في رفض مسيرة الوعي الاجتماعي والتغيير الاجتماعي في هذا الحيز من العالم. ضيفينا الكريمين هما منذ نحو ربع قرن وهما يشتغلان على عوامل التغيير وعلى عناصر التي تسير بنا نحو الأفضل. نحن إذن نلتقي مع مثقفين ومفكرين وأيضا ذوي خبرة أو صاحبي خبرة طويلة في العمل وفي الحديث وفي تحديد عناصر العمل التي نحن اليوم بصدد الاجتماع للتحدث بشأنها. سيكون اللقاء هو حوار مفتوح أكثر منه محاضرات، فلو سمحتم نود أن نستمع أيضا منكم آراء ومناقشات. ثم لنستمع في البداية إلى ضيفين الكريمين وهما يستعرضان هذا الحدث الهام الذي نشهده في العالم، والذي لا شك أنه سيلامس جباهنا ذات يوم وسيصافح وجوهنا وقت ما، نأمل أن يكون نحو الأفضل ونحو الخير إن شاء الله. نستمع أولا إلى الأستاذ نجيب الخنيزي، وهو غني عن التعريف، ويكفي أنه رجل اشتغل بالثقافة والفكر واشتغل أيضا بالعمل دهرا طويلا من الزمن، فلنستمع منه في مدة نرجو أن لا تطول. ثم لنستمع بعد ذلك إلى الأستاذ الدكتور توفيق السيف، وهو الآخر له باع طويل في مجالي الفكر والعمل، وأيضا سوف يتحفنا برؤيته عن هذه التغيرات التي تحدث حولنا في العالم. ومن ثم أود أن أستمع إلى كل الحاضرين سواء عبر مداخلات قصيرة أو عبر مناقشات توجه إلى ضيفينا الكريمين. فليتفضل الأستاذ نجيب أبو فراس، مشكورا. سعدتم مساء. بداية أقترح أن نقف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الثورات والانتفاضات في مصر وتونس والبحرين واليمن وليبيا وغيرها من البلدان. سألتزم بما ذكره الأستاذ ميرزا من وقت، وفي الواقع لن أأتي بجديد، وإنما هي أفكار ورؤى في ضوء تطورات دراماتيكية المتلاحقة والمتسارعة التي
تشهدها المجتمعات العربية من المغرب وحتى المشرق، من البحر إلى البحر. في الواقع الجيل العربي الذي أنتمي إليه هو جيل آفل بالمعنى الزمني، جيل صحى على وقع الهزيمة التي سميت رياء وتلاعبا بالألفاظ نكسة، في حينها كانت بحق هزيمة العرب الكبرى في العصر الحديث، وأعني بذلك هزيمة حزيران يونيو 1967، حين استطاعت إسرائيل هزيمة جيوش ثلاث دول عربية من بينها أكبر وأقوى دولة عربية على الإطلاق وهي مصر. هذا الكيان العنصري الغاصب استولى على القسم الأكبر من فلسطين وشرد أهلها في عام 1948 تحت سمع وبصر بل وحماية ودعم النظام الإمبريالي العالمي. وقد أسفرت هزيمة حزيران عن تمدد وتوسع نطاق سيطرة إسرائيل عدة أضعاف، وذلك باحتلالها لكامل الأرض الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، إضافة إلى هضبة الجولان. تعددت التفسيرات والتحليلات حول مسببات الهزيمة المدوية التي كانت مثابة الزلزال للعقل والوعي والروح العربية. كان بعض رموز الإسلاميين من الأخوان المسلمين وغيرهم يسجدون لله شكرا على الهزيمة بدعوى أنها عقاب إلهي لابتعاد النظم العربية عن الأخذ بخيار الإسلام هو الحل، بينما اعتبرها البعض من النظم الغربية والنظم المحافظة إنها هزيمة للحركة القومية العربية ومشروعها التحرري، حيث كانت تمثل التحدي والخطر الأكبر على مصالحها بل ووجودها. القوى الراديكالية المتمثلة في اليسار القومي والحركة اليسارية العربية قدمت تحليلات وتفسيرات مختلفة تتمحور بأن المواجهة كانت بين جيوش عربية مهترئة وصدئة بفعل البيروقراطية والفساد وتفتقد إلى العقيدة القتالية من جهة، وبين جيش إسرائيلي حديث ومجهز ويمتلك عقيدة قتالية واضحة ومحددة من جهة أخرى. وبالتالي فإن مسببات وعوامل الهزيمة كاملة في طبيعة النظم العربية التي أنبثقت وتشكلت في أعقاب الاستقلال الوطني أو عبر الانقلابات العسكرية. الدولة العربية الحديثة التي استظلت بشعارات الاستقلال الوطني أو عبر الانقلابات العسكرية، مع أنها حققت بعض التغييرات المهمة والمجزات المهمة في مرحلتها المبكرة، غير أنه في المقابل جرى احتكار هائل للسلطة وجرى إبعاد وتغييب الشعب ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة عن المشاركة في صنع القرار، وتم إحكام الوصاية عليه من خلال هيئات أطر وهياكل فوقية وبيروقراطية فاسدة عملت على شخصية الدولة والسلطة والمجتمع في شخص الحاكم أو الحزب مطلق الصلاحية. صحيح أن جمال عبد الناصر قدم استقالته من الحكم على وقع الهزيمة المدوية متحمل المسؤولية الكاملة عنها، وقد يكون صادقا في نيته نظرا لسجاياه الشخصية والوطنية بغض النظر عن حكمه الفردي المعروفة، ولكن ماذا رأينا؟ لقد خرج الملايين من المصريين رافضين الاستقالة ومتشبثين ببقائه في الحكم لأنه من وجهة نظرهم يمثل خط المقاومة والصمود. قد يفسر البعض أن تلك الملايين تم تحريكها من خلال أجهزة النظام، ومع عدم استبعاد دور الأجهزة الرسمية عن ذاك، غير أن الزحف الجماهيري كان في الغالب عفويا وتلقائيا، بدليل أن أجهزة النظام المصري في ربع الساعة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لم تتمكن في مواجهة المظاهرات المليونية من حج سوا بضعة آلاف جلهم رجال الأمن وبعض موظفي الدولة وما أطلق عليهم البلطجية. لقد فشلت تلك المحاولات على الرغم من وجود الماكنة الهائلة للدولة المصرية وهياكلها المختلفة، ومن بينها الحزب الوطني الحاكم الذي يضم في صفوفه نظريا أكثر من 3 ملايين شخص. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو الفارق بين جيل الأمس في مصر وغيرها من البلدان وما بين جيل اليوم، الجيل الأمس الذي أنتمي إليه؟ طب في ظني جيل الأمس لم يتخلص من تأثيرات وذيول المجتمع الأبوي الهلامي بقيمه وتقاليده، حيث سلم قياده راضيا أو مستسلما للأب، وشعر باليتم والخوف من المصير المجهول بمجرد التفكير في رحيله.
عبد الناصر على سبيل المثال، وخصوصا في ظل غياب البديل الذي جرى احتواءه وتهميشه على مدى سنوات. كان هناك بصيص أمل في تجاوز هزيمة حزيران، حيث أخذ يتصدر المشهد الشعبي العام جيل جديد كنت أنتمي إليه، ويضم حركات وقوى راديكالية جديدة تمثلت في مجاميع اليسار القومي الفلسطيني والعربي والحركات اليسارية التي استعادت قوتها وزخمها نسبيا بين النخب العربية وفي الشارع العربي إثر الهزيمة. غير إنها لأسباب وعوامل موضوعية وذاتية مختلفة سرعان ما تراجعت وذبلت، وعمق ذلك تداعيات تأثير انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والمنظومة الاشتراكية بأيديولوجيتها وممارساتها الشمولية المفارقة لمبادئها النظرية وقيمها الأصلية. كما لا نغفل هنا دور القبضة السلطوية وتغول الأجهزة الأمنية التي طالتها ومعها غالبية تشكيلات ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية ونقابية واجتماعية وحقوقية على اختلاف منحدراتها الاجتماعية ومشاربها وتوجهاتها الفكرية. الأمر الذي سمح بتبلور نخب وقوى اجتماعية طفيلية وتابعة تداخلت وتحالفت مع أنظمة حكم سلطوية استبدادية فاسدة في العديد من الدول العربية، عملت كل ما في وسعها لتأبيد التخلف والفقر والبطالة والجهل والأمية، وهما أجهض تشكل المخرج أو البديل الحقيقي لتجاوز الأزمة البنيوية الشاملة التي تخترق المجتمعات العربية ومجمل النظام العربي الرسمي. في ضوء أزمة الواقع والبديل وخصوصا في أعقاب الثورة الإيرانية، أخذت حركات الإسلام السياسي بشقيها السني والشيعي تتصدر المشهد العام في المجتمعات العربية والإسلامية، مستفيدة من تداعيات الحالة الإيرانية ودعم النظام الإيراني المباشر وغير المباشر لها، وخصوصا في ظل حالة الفراغ القائم. كما لا يخفى دعم واحتضان العديد من النظم العربية للعديد من هذه المجاميع الإسلامية وتمكينها على مدى عقود الهيمنة على مفاصل المجتمع برمته، متوهمة إنها المصد والمانع أمام رياح التغيير والإصلاح الجذري. ومع أن جماعات الإسلام السياسي استطاعت ترسيح أقدامها في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، إلا أنها لم تستطع أن تقدم البديل الحقيقي للنظم العربية والإسلامية التي دخلت معها في صدام وصراع دموي عنيف، وذلك بهدف الاستيلاء على السلطة كما هو الحال في الجزائر ومصر والسعودية واليمن وغيرها. وكان لسان حال الأنظمة إزاء العالم وخصوصا الغرب هو مقايضة ديمومة وجودها التسلطي بالخطر الداهم لجماعات الإسلام السياسي. وفي الواقع الحالة الوحيدة الناجحة بامتياز الجماعة الإسلامية حتى الآن تمثلت في تجربة حزب التنمية والعدالة في تركيا التي استلهمت المزاوجة والمواءمة ما بين الإسلام والمبادئ الديمقراطية الغربية التي يحكمها دستور علماني مدني يقوم على الفصل والتمايز ما بين الدين والدولة. المخاض العربي الذي طال رسخ حالة من اليأس والإحباط لدى الجميع، وكان الشعور السائد بأن الولادة في ظل أنظمة مهترئة وشائخة وفاقدة للشرعية ستكون عسيرة، والمولود سيكون في الغالب مسخا ومشوها سواء على غرار بعض النماذج المعروفة. الجديد المفاجأة المذهلة حضور القابلة المولدة لفجر عربي جديد، وتمثلت في جيل جديد بكل المعاني والمقاييس، جيل مستقل في تفكيره ورؤاه وتطلعاته، جيل غير منتمي في الغالب النظام القديم بكل حمولاته وحالاته المتهالكة بما في ذلك التشكيلات السياسية التقليدية التي جرى تهميشها وتطويعها على مدى عقود عبر سياسة العصا والجزرة، جيل شاب وفتي ومقدام لا يرضى بأنصاف الحلول أو الحلول الترقيعية، جيل يختلف عن الجيل السابق الذي يمشي تحت الحيط والقانع بالفتاة الذي يأتي في الغالب كمكرمات وبالحلول الوسطية والتوفيقية المهادنة والمسكونة بالخوف من الحاكم، جيل حسم خياراته عبر التمرد والثورة الشاملة في ظل الطريق المسدود للإصلاح الحقيقي والجذري والشامل، جيل يعرف أنه لن يخسر سوى قيوده في حين سيربح عالمه ومصيره ومستقبله. شباب تونس ومصر والبحرين وليبيا وغيرهم من البلدان العربية هم بحق رافعة المستقبل وصانع التاريخ المجيد لشعوب المنطقة. جيل شاب يصنع ملحمة عصر عربي جديد
تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. أكتفي هنا. شكرا أبو فراس، هذه المقدمة التي استعاضت بالتاريخ لكي توصلنا إلى السؤال الصعب الكبير، وهو كيف تمكن هذا الجيل الذي خرج من ركام هذا الإحباط التاريخي الهائل الذي عجزت عنه النظم الفكرية بكل تلويناتها، كيف تمكن هذا الجيل الذي لم يدرس أبدا يوما ما في مدرسة كارل ماركس، ولم يدرس في مدارس الإسلام السياسي، ولم يدرس في مدارس الاشتراكية وغيرها، ولكنه خرج من تحت الركام لكي يصنع التغيير ولكي يصنع المستقبل. نود في ما هو آخر من المناقشات أن يجيب لنا الأستاذ نجيب أو الدكتور توفيق عن العجينة الفكرية التي حركت هؤلاء الشباب، كيف خرج هذا الجيل وكسر الطوق وشب عن الطوق الذي كان الطوق الفكري والطوق الاجتماعي والطوق السياسي وصنع المستحيل. الدكتور توفيق السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوات والأخوة، رحمة الله وبركاته. نحن الآن في زمن جديد، جديد في رؤاه، في ثقافته، في موازين القوى التي تؤثر في حركاته وتحركاته وفي منظومات علاقاته. هذا زمن ما بعد 17 ديسمبر، ثورة تونس وثورة مصر كلاهما جاء مفاجئا، مفاجئا لعامة الناس ومفاجئا للمحللين ومفاجئا لعلماء السياسة أيضا. خلال التاريخ القريب، يعني خلال القرن العشرين، حدثت حالة واحدة مماثلة إلى حد ما، هي ثورة الطلاب في أيار 1968 في فرنسا. هذه كانت حالة قريبة جدا من الحالة التونسية والمصرية، لكنها تختلف في بعض الجوانب. بينكم الآن عدد لا بأس به من الأخوة أصحاب العلم، أصحاب المعرفة، الذين أقترح عليهم وعليكم عليهم أن يتحدثوا، وأقترح عليكم أن تناقشوهم، مثل أستاذنا الدكتور يوسف، أستاذنا أبو وضاح، أستاذنا عبد الله عبد الباقي. هؤلاء كل منهم لديه معرفة وخبرة، ولديهم بالتأكيد الكثير من التأملات التي يمكن أن يقدموها لنا جميعا. ما سأقدمه هو إثارات بغرض أن نتعاون معا في التفكير، أن نتفاكر إذا صح التعبير. قلت أنها ثورة مفاجئة، وهذه سمة مهمة، وأنها ثورة شباب، يعني بدأت بالشباب وشكل الشباب جسمها الأكبر، وفي العادة يشكل الشباب الجسم الأبرز الأكبر في أي ثورة، لكنها أن تبدأ بالشباب هذا شيء متميز. من سماتها أيضا أنها انطلقت من فكرة وليس من أيديولوجيا. هذه الفكرة هي أن نكون كما نحن، أن لا نقبل بأن يفرض علينا ما لا نريد. هذا حدث بالتحديد في مصر، ربما بدرجة أكبر من تونس، رفض الإجلال. هنالك من يتحدث عن الثورتين باعتبارهما ثورتي جياع مثلا أو ثورتي فقراء، ولكن هذا غير صحيح. الذين قاموا بالثورة لم يكونوا جياعا ولا فقراء، كانوا من الطبقة الوسطى، وهي في العادة مخزن التغيير، التغيير الثوري والتغيير الإصلاحي. هي ثورة ضد الإذلال، ثورة ضد الإذلال وليست ثورة ضد الفقر. من سماتها أيضا أنها كانت ثورة مشحونة بالأمل، مشحونة بالأمل.
منذ اليوم الأول وحتى نهايتها وانتصارها كان الناس يتحدثون ولديهم اعتقاد راسخ بأنهم سينتصرون، لم يفكر أحد أبدا في أن هذه الثورة سوف تنهزم. ولعلكم تلاحظون الآن مثالا لهذا في الثورة الليبية، هل سمعتم أحد يتحدث عن هزيمة؟ لا أحد يتحدث عن هزيمة، حتى الذين يتابعون، فضلا عن الذين يشاركون في الثورة، حتى الذين يتابعون يغمرهم شعور عميق بأن هذه الثورة منتصرة. الأمل، الاعتقاد القوي جدا العميق جدا بالنصر هو الذي يأتي بالنصر، هو الذي يغير النفوس، هو الذي يعطي نفسا جديدة. لكن على أي حال نحتاج إلى أن ننتقل إلى التحليل. لا أدري إذا كان يتسع الوقت، ولكن سأحاول الإسراع، وإلا يعني طولبت بما طولب به آخرون 30 عام كفاية. أنا مهتم جدا بالتحليل وأدعوكم إلى الاهتمام به. التحليل غير الحكم أو الرأي، الرأي أن تقول أن هذا الشيء جيد أو غير جيد، جميل أو غير جميل، أؤيده أو لا أؤيده، هذا موقف، هذا رأي. أما التحليل فهو أن تحاول تفكيك القضية وربط عناصرها ومحاولة تقديم تفسير، تفسير يجيب على سؤال لماذا حدثت، كيف حدثت. إذا وصلت إلى هذه النتائج فستصبح قادرا على التنبؤ بما سيأتي لاحقا، أو على أقل التقادير قراءة الظروف المختلفة كي تحكم بناء عليها بأن شيئا ما سيحدث أو أنه لن يحدث. قلت سلفا أن هذه الثورات ثورات متمايزة ليس لها الكثير من النظائر، ولذلك أيضا فإن الدراسات التي تعرضت لهذه النماذج نادرة جدا. هنالك دراسات كثيرة حول الثورة بشكل عام، لكن حول هذا النمط لا توجد دراسات كثيرة، أو لعلي أنا شخصيا لم أطلع على عدد مهم من هذه الدراسات. أعتقد أن معظم ما درس هو الثورات التقليدية، وهذه لم تكن يعني من هذا النوع. يجب في البداية يعني كي نفهم كي نحلل أن نميز بين سؤالين مختلفين، مختلفين جدا. السؤال الأول لماذا تحدث الثورة، والسؤال الثاني كيف تحدث الثورة. لماذا تحدث الثورة يعني ما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل الثورة إمكانا قائما، يعني تجعلها محتملة أو ممكنة. هذا سؤال. السؤال الثاني كيف، يعني متى تنفجر الثورة، عفوا متى، يعني متى تنفجر الثورة. يعني أحيانا يكون لدينا ظرف ثوري أو بيئة ثورية ثم ينفجر يصبح لدينا ثورة. أحيانا لا يكون الظرف ثوريا على الإطلاق، لذلك الثورة لا تكون متوقعة أصلا. نحن في العادة يعني في سياق النقاش والكلام نخلط بين الأمرين، نفترض أن الثورة انفجرت لأن هذا الشيء حصل. مثلا المرحوم خالد سعيد أخذ من قبل الأمن في الإسكندرية في يونيو 2010 وضرب حتى قتل، ثم تشكلت مجموعة اسمها كلنا خالد سعيد وحدثت تعبئة بين الشباب. هل هذا هو الذي صنع الثورة؟ هل هذا هو الجواب على السؤال الأول؟ يعني لماذا تحدث الثورة؟ لا، هذا جواب على السؤال الثاني، متى؟ بعبارة أخرى، الظرف كان ثوريا. قبل 3 سنوات كنت أتحدث مع أحد الأخوان من القصيم، فيعني في ضمن في سياق النقاش والجد ويعني محاولة تحليل الأوضاع، قال أن لدينا ظرف ثوري. أحد الحاضرين ورد في ذهني هذا السؤال، أنه يعني هل نحن بصدد ثورة غدا أو بعد غد؟ بالطبع لا، الظرف الثوري، البيئة الثورية هي الشروط الاجتماعية الاقتصادية السياسية الثقافية التي تجعل من الثورة احتمالا قائما.
كيف تنفجر هذا موضوع آخر، لا أريد التفصيل في هذا، ولكن أريد الإشارة فقط إلى الفارق بين السؤالين. سأنتقل إلى سؤال ثالث، كيف تؤثر أو كيف أثرت الثورة التونسية والثورة المصرية وانتفاضة البحرين وثورة ليبيا، كيف أثرت هذه الحركات والأحداث جميعا علينا، علينا في بلادنا، علينا كأشخاص وعلينا كمجتمع وعلينا كبلد؟ هنالك أبعاد متعددة يمكن أن نلاحظ تأثير هذه الثورات من خلالها. البعد السياسي على سبيل المثال، السياسة الأمريكية في المنطقة تعتمد على نظرية قديمة تسمى بنظرية العمودين المتساندين، كانت فيما مضى المملكة وإيران في أيام الشاه، ثم أصبحت المملكة ومصر في أيام أنور السادات ثم مبارك. بعبارة أخرى، هنالك قوتان إقليميتان تلعبان دورا بارزا وفعالا في توضيب الأوضاع السياسية، في ترتيب الأوضاع السياسية ضمن استراتيجية أو ضمن اتجاه سياسي محدد، هو الاتجاه المؤيد أو المناصر للمحور الغربي. هذا ما يسمى بدول الاعتدال، ولعلكم سمعتم بهذا التعبير، محور الاعتدال العربي أو دول الاعتدال العربي، هذا هو المقصود به. الآن أحد العمودين سقط، ستعود مصر ربما إلى الدور السابق، لكن هذا لن يحصل قبل 3 سنوات من الآن. يعني إعادة تركيب الدولة، إعادة تركيب القيادة، إعادة تركيب المنظور السياسي ولا سيما في جانب السياسة الخارجية يحتاج إلى فترة طويلة، في تقديري لن تقل عن 3 سنوات. بعبارة أخرى، نحن الآن بصدد وضع ضعيف للنفوذ الأمريكي في المنطقة، النفوذ الذي يعبر من خلال هاتين الدولتين على الأقل. من نتائجها البارزة، من نتائجها البارزة هو احتمال بروز ثورات مماثلة، ثورات لا تخشى من اتفاق عربي على قمعها أو على دعم الحكومات التي يمكن أن تقمعها، ومن نتائجها بطبيعة الحال تخفيف الضغط على إيران. على المستوى الثقافي، أنا من أنصار نظرية تقول بأن الثقافة السياسية هي محرك التغيير، ولذلك فما سأقوله قد يكون فيه انحياز نوعا ما، ولكني سأقوله على أي حال. الناس يختلفون بحسب ثقافتهم السياسية. هنالك أشخاص لا يناقشون على الإطلاق في فكرة أن لهم حقوق وأن لهم أدوار يلعبونها، يعني يعتبر هذه الأمور مسلمة وبديهية ولا يقبل النقاش فيها. أنا لي حقوق ولي دور ألعبه في الحصول على هذه الحقوق. وهنالك أشخاص لا يعتبرون أن لهم حقوق على الإطلاق، فكلما أعطوا شيئا سواء من الحكومة أو من المجتمع اعتبروه منا وكرم وتكرم. وبطبيعة الحال نحن نعرف أن المجتمعات التقليدية ومن بينها مجتمعنا ومجتمعات الخليج بشكل عام تميل إلى الجانب الثاني. لذلك مثلا إذا البلدية فتحت شارع تعتبر مكرمة مع أنه من مال الناس، من مال الناس. يعني أنتم تعلمون بأن الشعب في أي بلد هو المالك لأرضه، الحكومة لا تملك البلد ولا تملك الأرض، الملك لا يملك الأرض ولا يملك البلد، الذي يملك البلد ويملك المال الذي تحت الأرض أو فوق الأرض هو الشعب. هذه نعمة الله عز وجل وليست من أحد. الناس يملكون ترابهم، ما تحته وما فوقه إلى عنان السماء. فإذا الحكومة البلدية أو وزارة مواصلات أو الكهرباء أو غيره سوت مشروع، هل سوته من جيب مدير البلدية ولا سوته من الميزانية العامة؟ الميزانية العامة جاية منين؟ من مال الناس. لكن مع ذلك الناس يعتبرونها
منحة وتكرم ويحتاج يقدموا شكر لأجلها. يعني أنت بفلوس تسوي الشغل وأنا أشكرك، أوكي واحد يشكر ما في إشكال، لكن لا ينبغي أن نعتبرها منحة أو مكرمة أو تكرما أو غير ذلك، وإنما جرت العادة على مثل هذا الكلام لأن الناس لا يعتبرون أنفسهم أصحاب حق، لا يعتبرون أنفسهم مالكين للأرض التي يقفون عليها، مالكين للنظام الاجتماعي الذي هم جزء منه. سبق أن أشرت في هذا المكان أو في مكان آخر إلى النظرية التي أدعوها شراكة التراب، ولعلكم تذكرون هذا المثل الذي سأقوله. قلت أن 20 مليون سعودي، على افتراض أنه إحنا 20 مليون، نحن 20 مليون سعودي وبلدنا 2 كيلومتر مربع، فكل واحد من هؤلاء السعوديين يملك حصة من 20 مليون حصة. الأخ يقول لي خلص فراح نمشي. هذه الثورات سوف تؤدي إلى تغيير في الثقافة باتجاه تعزيز ثقافة الحق، يعني الشعور بأننا أصحاب حق، تعزيز الشعور بالدور بالإمكانية أننا أن كل منا صغيرا أو كبيرا له دور يلعبه في هذه الساحة. الدور الذي تلعبه سيؤدي مع مجموع الأدوار إلى شكل من التغيير ربما مماثل الذي ظهر في تلك البلدان. التأثير الثالث هو أيضا تأثير ثقافي لكنه غريب، تحويل الاهتمامات. تعلمون أن معظمنا أو لا أقل معظم الناس في هذه المنطقة، يعني في القطيف على سبيل المثال، يفكرون في الهموم المتعلقة بالحرية الدينية بدرجة أكبر مما يفكرون في موضوع الإصلاح على المستوى الوطني. يعني يفكرون في مثلا حرية الصلاة في المسجد أو حرية القراءة أو حرية يعني الحصول على وظيفة أكثر مما يهتمون بموضوع الدستور أو موضوع الانتخابات أو موضوع الحريات المدنية والسياسية أو سيادة القانون. لكن هذه الثورات كشفت عن حقيقة أن تلك المطالب الكبرى، يعني الانتقال إلى وضع دستوري، الانتقال إلى وضع ديمقراطي، الإقرار القانوني بالحريات الفردية والمدنية، هي المفتاح للتغيير، هي المفتاح لكل شيء. إذا أصبحنا نحكم وفق دستور مكتوب، إذا أصبحت الحرية الفردية والمدنية مضمونة بالقانون، إذا أصبح القانون سيداً ويخضع له الجميع، الحكام والمحكومين والمحكومون، ذلك الوقت سوف نحصل على كل ما نريد، حريات دينية أو حقوق دينية أو غيرها. حدث الآن انتقال ليس هنا فقط ولكن على مستوى السعودية ككل. إذا كنتم تتابعون ما يجري على الإنترنت ستلاحظون هذا، أن الناس يفكرون في هذه المسألة بدرجة أعمق وأكثر وأوسع. ولعلكم لاحظتم أن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام على الفيسبوك التي أدعوكم جميعا للانضمام إليها قد اجتمعت على 12 مطلب من هذا القبيل: الدستورية، الحريات، الديمقراطية، 12 مطلب كلها تدور حول هذا الموضوع. انضم إليها حتى الآن 7000 واحد من مختلف أنحاء المملكة. ستجدون أشخاص من القطيف ومن القريات ومن القصيم ومن جيزان ومن كل مكان. هذا يعني أن لدينا ثقافة جديدة، روح جديدة، تقلل لا تقلل ولكن تنتقل من الهم الخاص الهم الاجتماعي إلى الهم العام الوطني. هذا تغير مهم وملموس ويجب أن نلتفت إليه. النقطة الأخيرة وأختتم من التغييرات أو التأثيرات التي يعني انعكست علينا من وراء هاتين الثورتين المباركتين، انكماش الشعور بالفارق بين سعودي وآخر. أنا أتابع تويتر على سبيل المثال، وعلى تويتر تعلمون آلاف يكتبون. حينما تقرأ ما يكتب هؤلاء الناس لا تشعر بأنه أصلا لا يأتي في بالك هذا منين، ولا تشعر أنه هو قاعد يفكر الناس اللي يقرؤوه منين. نحن في أحاديثنا العادية نسأل
هذا من الدمام ولا من القطيف من الحسا ولا من مادروين، شيعي سني من سنابس ولا من ربيعية من القبيلة ولا هالكلام هذا اللي يعني تسمعونه. خلال السنوات الماضية نحن أفرطنا في هذا الموضوع، أفرطنا في البحث عن حدود تفصلنا عن بعضنا البعض، وأفرطت الحكومة في تركيز هذا الحدود، في تركيز هذا النوع من التفكير. لكن هذه الثورة التي يعني ظهرت، يعني أظهرت العالم، أظهرت الناس المصريين والتوانسة ككتلة واحدة يعني في ميدان التحرير، ما كنت تلحظ أن المسيح يقف إلى جانب المسلم، وأن الصعيدي يقف إلى جانب القاهري، وأن المنتمي للطبقة الوسطى يقف إلى جانب مثلا سويرس، نجيب ساويرس اللي هو من أكبر الأغنياء، وأن رجل الدين يقف إلى جانب الماركسي إلى آخره. ذابت تلك الفروق، أصبح الناس كلهم يفكرون باعتبارهم مصريين يسعون إلى إصلاح مستقبلهم. أعتقد أن مثل هذه الروح الجديدة بدأت في الظهور فيما بيننا، وآمل أن تتعزز، أن تتكرس. هذا هو التغيير في النفوس الذي يغير ما في الواقع، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا ما بقوم، هذا هو التغيير المقصود، هذا هو التغيير المقصود. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور توفيق. لدينا 10 دقائق، سوف نأخذ أسئلة، ليست مداخلات، أسئلة. الذي لديه مداخلة يعني يؤخرها لما بعد هذه 10 دقائق، سوف نأخذ أكبر عدد من المداخلات، لكن في الفترة الأولى أود أن أخذ أسئلة، وأسئلة مباشرة، ويحدد سائلها لمن؟ للأستاذ نجيب أو للدكتور توفيق. سؤال وليست مداخلة، يعني رجاء سؤال ومباشر. تفضل أبو هادي. ممدوح القرني، أنا أول مرة أشارك وأنا سعيد جدا. سؤال، لا شك أن ذلك الجيل كان يعني يحمل تطلعات، هذا الجيل كان مندفع ومتحمس، لماذا قتل؟ كيف أحبط حتى ما تضيع الثورة الحالية؟ لمن؟ سؤال أستاذ نجيب، عفوا أستاذ نجيب. السلام عليكم. سؤال أستاذ دكتور توفيق السيف، هل في اشتراك بين الثورات اللي حدثت في التاريخ، في سبب معين تشترك في هذه الثورات؟ الاسم الكريم عراك الضفيري. بس أنا لاحظت يعني عندي السؤال، ليش الجيل القديم دائما يحب يضع أي حدث ينتمي إلى مدرسة معينة أو إلى نهج معين، رغم أنه الملاحظ يعني أنه ذكر أنها ثورة، يعني رغم أنه لاحظت أنه اللي قام فيها له ما هو شخص واحد ولا هو قائد واحد، ملايين الأشخاص، فدائما تذهبون إلى أنه تضعونها إلى مدرسة معينة أو إلى اتجاه معين. الدكتور توفيق عراك الضفيري. طيب أخذ سؤال واحد ثم بنأخذ الإجابات. تفضل الأخ علي شرامي من المدينة. السؤال للأستاذ توفيق، الدكتور توفيق، ما هي قراءتك للأوضاع في المملكة العربية السعودية في ظل الأجواء الانتفاضات اللي تسايرة في الدول العربية الآن؟ شكرا. الأستاذ نجيب الخنيزي. هناك العديد من العوامل والمسببات الموضوعية والذاتية الكامنة وراء الأزمة العامة للواقع العربي، أزمة الواقع وأزمة البديل. في الواقع هنالك أزمة هيكلية بنيوية عميقة تخترق الواقع العربي على الصعيد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وفي الوقت نفسه هنالك أزمة البديل أو البدائل المقترحة، بما في ذلك المشاريع التي طرحت أو عبرت عن البديل المفترض أو استبطنت البديل المفترض، مثل المشاريع الليبرالية والقومية والاشتراكية والإسلامية. كل تلك البدائل إلى جانب الواقع تعاني من أزمة شاملة. بالنسبة إلى الجيل الذي ينتمي إليه، في الواقع هو جيل هزيمة حزيران
أتذكر في 67 كنت في الثالث متوسط، طلعنا في مظاهرة في القطيف، مئات من الناس، وهنالك مظاهرات مماثلة على مستوى الوطن في الخبر والظهران والرياض وغيرها من وتلك المظاهرات أجبرت الحكومة على الإعلان على الأقل نظريا عن وقف تصدير البترول. ذلك الجيل كان مفعما بالحماس، كنت أنتمي إلى جيل لم يكن يحلم بتغيير الواقع والظروف في المملكة وإنما على صعيد العالم ككل. نستطيع أن نقول بأن ذلك الجيل هو جيل الرومانسية الثورية، كانت شي جيفارا، ثورة الطلاب التي ذكرها الدكتور توفيق، ثورة الطلاب التي لم تقتصر على فرنسا في عام 1968 وإنما شملت العالم، أوروبا والولايات المتحدة واليابان والدول العربية ومصر أيضا. للأسف أن الأنظمة العربية أو الدولة العربية الحديثة بين مزدوجين وصلت إلى طريق مسدود بفعل بنيتها، البنية الاجتماعية والسياسية لتلك الدولة. كان هنالك احتكار لمكامن القوة والسلطة والثروة من قبل طبقة طفيلية فاسدة تابعة رهنت مقدرات الوطن والشعب وصادرت كل المكونات السياسية والمؤسسات المجتمع المدني. الجيل الذي أنتمي إليه كان ضحية لممارسات همجية قمعية إرهابية من قبل السلطات الحاكمة التي أدخلت العشرات والمئات والآلاف في السجون ومنعتهم من السفر ومنعت أبسط قنوات التعبير. لهذه الأسباب نستطيع القول بأن جيلنا هو وصل إلى طريق مسدود. أحسنت، شكرا جزيلا. يود أن يقول أبو فراس أنه من جيل يعني جيل قديم بس هو ابن هذا العصر وابن هذا الدهر، فقط كان في جيله ما في تويتر ولا فيسبوك. أسعى أن أتجدد بعد ما جرى، أشعر بأني بدأت أعود شابا. هو جديد ويتجدد ولا يعني لا يؤثر عليكم ويشعركم أنه يعني أصبح عجوزا، هو في كل يوم يتجدد. دكتور توفيق، وجهت إليك ثلاثة أسئلة شفهيا وسؤال مكتوب وجهه الأستاذ أبو فهد الأستاذ زكي أبو السعود لأنه يود مداخلة، فأراد أن يكتب حتى لا يعني لا يخسر حقه في المداخلة. يقول: كيف يمكن أن لا يكون هناك انتكاسة لما أنجز حتى الآن في تونس وبالأخص في مصر؟ يعني كيف لم تنتكس حركة الثورة هناك؟ لديك بالإضافة إلى هذه أصبحوا أربعة في وقت لا يزيد على يعني. السؤال الأول، سؤال أخ حسين، نقاط الاشتراك بين الثورات. الحقيقة أن أبرز نقاط الاشتراك هو أن الشباب يشكلون الجسم الرئيسي للثورة، يمكن أن يقودها الشباب أو يقودها الكبار، لكن الشباب يشكلون الجزء الأكبر. الشيء الثاني أن الثورات في العادة تحصل في المدن وليس في الأرياف، ولعل الاستثناء الأهم في هذا المجال هو الثورة الصينية التي حدثت أو انطلقت من الريف، لكن في معظم الحالات الثورية الأخرى جرت في المدن، ويعني غالبا أيضا في الطبقة الوسطى التي تعرفها نوعا ما مرن كثيرا. طبعا الثورات تؤدي إلى قلب الهرم، يعني الذين فوق يصبحون تحت والذين تحت يصبحون فوق. الأخ عراك أظن قال عراف، نعم. سؤال أنه الشعب هو الذي قام بالثورة ولم يكن أحدا على وجه التعيين، لماذا نحتاج إلى قولبة هذه الثورة؟ يعني لماذا نحتاج إلى أن نقول أن هذه تعرف بهذه النظرية؟ هل هذا هو سؤال؟ لماذا يعني تروحون فيها؟
تذهبون في الثورة إلى مسمى معين. نعم. يعني لماذا نحدد القالب النظري الذي ندرس من خلاله هذه الثورة؟ ليس تحديد ذهاب إلى هذا الاتجاه، ومن كانت ثورة بسيطة، ثورة الطموح. نعم. لأن الطموح شباب. نعم نعم. هو حقيقة الأمر هذا شغل الدارسين، وإذا الواحد إذا ما يسوي شو يسوون، شلون يأكلون عيش يعني مثل الطباخين شغلهم يطبخوا، إذا ما يطبخوا شو يسوون. لا، واقع الأمر أن القيام بالثورة يعني الخروج من البيت ومواجهة السلطة، هذا هو نهاية مسار وليس هو المسار. الثورة لم تبدأ هنا ولكن تمظهرت في هذا المكان. الثورة هي عبارة عن تراكم مسبق يتوج بالخروج ومواجهة السلطة. كمثال، إذا الواحد أصلا ما عنده خبر، جابوا التلفزيون مشهد أكيد أنتوا لاحظتوه، لما جاب واحد شايب سأل ليش الناس كلهم قاعدين في ميدان التحرير، شفتوا هذا؟ ليش الناس كلها قاعدة؟ ها؟ هو في إيه؟ شنو جاوبه؟ ها؟ الزعامة زوجته. نعم، في شريحة من الناس لا تعي بما يحصل، يعني هي تشوف العالم يمر ويتغير ولكن لا تفهم ما يحصل. وأنا أقول لك أنه ليس فقط الناس الذين ليس لديهم ثقافة، أحيانا أشخاص مثقفون. إذا يسمح للرئيس بقول لكم قصة بسرعة. لكن في مسرحية إيرانية اسمها حصار در حصار، يعني سجن في سجن. واحد من الأخوان من جماعة أبو فراس العتق يعني مو الحين، صارت الثورة وهربوا السجانين، فالسجناء الشرطة هربوا، السجناء بدأوا يهربوا، هو قاعد قال له قوم اطلع، قال ليش اطلع؟ قال الثورة صارت، قال لا بعد، هي احنا لازم نوصل اول شيء المرحلة البرجوازية بعدين مرحلة قال اي برجوازية يا بطيخ، الشاه راح طلع. هي صارت الثورة البرجوازية، هي الثورة البرجوازية صارت. نعم. أحيانا الإنسان يكون سجين عقله، العقل يتحول إلى سجن، الثقافة تتحول إلى سجن، المال يتحول إلى سجن. قصدي أنه ليس بالضرورة أنه الواحد جاهل أمي هو لا يشارك في الثورة أو لا يشعر بها. أحيانا تكون منظومة، أنا أعرف هنا في بلدنا أشخاص إلى الآن لا يشعرون بأنفسهم جزءا من هذا النقاش الذي يعني نحن فيه، مع أن التلفزيونات والراديو إلى آخره. أحسن. سؤال الثالث ولا ما تبغى نجيبه؟ إيه بس بسرعة. هذه القصة هي ترى حصار اللي طهولت شو اسمه. الأخ علي شريمي، يعني كيف نقرأ الأجواء في بلدنا؟ يعني هذا الكلام الذي نحن فيه هو أحد العلامات، يعني نحن نتحدث بحرية ونتناقش بحرية، الناس في الخارج أيضا يفعلون نفس الشيء، في الصحف يفعلون نفس الشيء. الشعور بأنك حر، الشعور بأنك قادر على أن تفكر في نفسك وفي مستقبلك بدون خوف، بدون خوف، هذا هو الوضع الذي تراه. عفوا أبو فراس، أيضا أريد أسمع رأيك في السؤال هذا الأخير، كيف تقرأ الأجواء في السعودية؟ السؤال الأخير اللي يتفضل فيه الشريح. وبسرعة. التطورات الجارية على الصعيد العربي، تصاعد الاحتجاجات، الثورات، الانتفاضات، بالتأكيد ستلقي بظلالها وستكون لها تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على مجمل الوضع العربي بما في ذلك مجتمعنا وبلدنا. نحن نعرف الدور المحوري والمركزي للثورة المصرية تحديدا، مع أهمية
الثورة التونسية باعتبارها الصاعق الأول أو المفجر الأول لمسلسل الثورات، وكأننا نعيش الآن في العالم العربي ربيع الثورات. وإذا كانت الثورة التونسية بدأت ثم تلتها الثورة المصرية، فأنا الآن نرى هناك ثورات بالجملة، ثورات بالجملة، اليمن والبحرين وليبيا وهنالك دول على الطريق. بالتأكيد ستكون هناك تداعيات. نحن نعرف أن الثورة المصرية أو الانقلاب العسكري الذي أطلق عليه ثورة 23 يوليو 1952 تلاها جملة من التغييرات في العديد من البلدان العربية. صار هناك في حراك من انقلابات عسكرية في سوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق، وهنالك تحركات شعبية ضد الاستعمار، الجزائر واليمن الجنوبي. بالتأكيد ما يجري في مصر كدولة مركزية، مصر الآن استعادت موقعها المركزي المحوري في ظل السادات وفي ظل حسني مبارك، غيب الدور المصري، أصبح دور تابع مهمش ضعيف تابع لتسويق السياسة. السؤال عن السعودية، السعودية هي ليست بمعزل عن هذه التغييرات. بالتأكيد هناك تعاطف كبير وواسع بين صفوف الشعب السعودي مع ما يجري من تأثيرات ومع ما يجري من أحداث متلاحقة، هنالك تعاطف وهنالك. وإلى جانب ذلك الوضع العام العربي بما فيه السعودية هو وضع متشابه، حيث الاستبداد، الفساد، التباينات الحادة الطبقية والاجتماعية بين فئة تمتلك المليارات وبين فئات واسعة من الشعب مهمشة تعيش البطالة والعطالة والفقر والغلاء والتهميش على صعيد الحريات العامة والخاصة. إذن هنالك سمات متشابهة للوضع العربي الرسمي العام، وبالتالي حنا نتمنى أن يكون هنالك مخرج صحيح وجدي عن طريق الإصلاح الجذري والشامل والحقيقي. هنالك طريقان لا ثالث لهما، وهذا يشمل الوضع العربي ما في ذلك السعودية. أما الإصلاح الحقيقي الجذري والشامل أو الثورة، هي نفسها أبو فراس، جذري وشامل يعني ثورة. الإصلاح، نريد إصلاح على الأقل يتشارك فيه النظام مع الشعب، لا يقف الشعب في مواجهة النظام. أحسن، شكرا جزيلا أبو فراس. في أحد من الأخوات السيدات لديهن أي سؤال؟ السلام عليكم. الاسم لو سمحتي. زهراء موسى. نحن مقبلون على مرحلة غير واضحة الملامح، يعني ما نقدر نقرأ القادم، هل هو بيكون فوضى أو إصلاح، ثورة ولا بناء. في كلا الحالتين احنا محتاجين للاستعداد، ايا كانت المرحلة المقبلين عليها نحتاجين للاستعداد. واكثر الاشياء اللي محتاجينها احنا نكون نشكل وحدة مع ابناء السنة في مجتمعنا. المشكلة ان بيننا وبين اخواننا السنة اكثر من جفوة، بيننا وبينهم نفور، ريبة، ازمة ثقة. طبعا طول الفترة اللي فاتت كنا نحاول ان احنا نجسر العلاقة بيننا وبينهم، حاولنا نكسبهم، هم مو متقبليننا، يعني في أزمة ثقة بيننا وبينهم، فيهم في سوء ظن فيه. فما هو المنهج اللي نقدر نكسبهم في صفنا؟ شكرا جزيلا. أي مداخلة ثانية؟ قسم نعم. النساء. نعم نسيم السادة. لا شك أن تأثير سؤالي طبعا الدكتور توفيق، لا شك أن تأثير مكتسبات الثورة في البلدان العربية تطال جميع الشعوب، فكيف برأيكم نستفيد من هذه الثورات في منطقتنا وعلى المستوى المطلبي؟ شكرا. مداخلة ثالثة. السلام عليكم ومجتبى. الأخ نجيب تحدث عن حقبة الستينات والنضج الثوري الذي كان يتمتع به شباب تلك الحقبة، هل لأن هناك رموزا ثورية
التف حولها الجمهور العربي وخصوصا يعني قرأنا وشاهدنا المد الناصري والمد الشيوعي في تلك الفترة واليسار العربي. فهل نحتاج في هذه الحقبة إلى رموز ثورية حتى نحقق هذه الروح الآن؟ شكرا جزيلا. في أو ننتقل إلى قسم الرجال؟ خلاص. بما أن نحن لا تزال هناك أسئلة، أنا أرجو أيضا أن نستمع إلى أسئلة ثم في وقت للمداخلات. أبو مشاري الخالدي أخوي، تعليقا بس، أنا أعتقد أني عاكس وسائل الإعلام والمثقفين في أن وجهة نظري أن الثورات للأسف الشديد ما عدا مملكة البحرين كانت اقتصادية، وبعدها شارك المثقفين في أنها تكون، فأنا أقول أنها أزمة جياع في نظري. النقطة الثانية، الشيء اللي أنا شفته في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ما أدري هل هي نكاية بالحكام أم حنا سعداء بالثورة والتجدد والمجد. فلما تجي عند محافظة القطيل وتجلس مع مثقفينها تجد يمجدون مصر وتونس في أنها ثورة وأن فعلا وأن هناك قمع وأن ما حصل هؤلاء شهداء. تتكلم عن إيران، عن الإصلاحيين ما يتعرضون له، يقول لا هناك منافقين. تجد المثقف فعلا مثقف، لا يعني أرجو أن أبو شهيد ما يزعل علينا، يعني لا ليس يعني متدين، يعني تجد مثقف يعني ما له، يعني يقول لك لا هذا منافق ويستحق القتل حتى لو كان ماخذ جائزة نوبل. فإذا أنا لما تجي عند المجتمعات برضو آسف أن يقولها السنية، تجد يقول لك لا حسني مبارك هذا قائد الثورة، هذا أول من ضرب إسرائيل، هذا إذا شكرا. وصلت نقطة نقطة بس أخيرة لأختي هناك، لا 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 هي قالت أن هناك فجوة كبيرة يعني بين السنة والشيعة، هي تعود ليس للحكومة ولا على هي التربية الخاصة اللي احنا تربيناها. احنا للأسف الأسرة ما ربتنا على أن تكون هناك أخوة أو كذا أو، وهذا الشيء الملاحظ يعني حتى لو واحد غريب من الدمام الخبر أشوفه أنا يجي عندي أودي سوق السمك أنا ولا سوق الخضار، وهذا واقع أجد الناس كلها تنظر إليه كأنه جاي من كوكب ثاني والعكس صحيح. شكراً. وصلت محمد سنان. ملاحظ أنه ما حدث في تونس وما حدث في مصر وما يحدث الآن في بقية الدول العالم العربي، نجد أنه الأحزاب جميعها بعيدة عن ما يحدث سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. فهل تعتقد بأنه نتيجة لما يحدث الآن أنه الأحزاب التقليدية الموجودة هل ستفقد مصداقيتها بالنسبة للشارع العربي وبالتالي قد تنحل؟ نجد مثال على أنه مثلا حزب التجمع في مصر بدأ يكون في انقلاب داخلي على قياداته، وهذا اعتراف بفشل هذه الأحزاب بتحريك الشعب. أحسن، شكرا. بعد عدنان السادة، سؤال الأخ نجيب. سؤال بسيط جدا، من هم هؤلاء الذين قاموا بالثورة؟ أعتقد إلى فترة بسيطة ما كنا نعرف عنهم شيء، شباب كنا دائما ننتقدهم أن هذا جيل أليسا، جيل روبي، جيل نانسي عجرم. فجأة صرنا نرقص على منجزاتهم ونمجدهم. هل هو نقص منا في فهم أبنائنا على الأقل وبناتنا، أو هذول عايشين في كوكب آخر وإحنا اللي ثوار وجيل الستين واللي قبله ما إحنا قادرين نفهمهم؟ أحسنت، وصلت الفكرة. مداخلات وليست أسئلة هالمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس الحسن، طبعا قبل سؤالي، يعني سؤالي ممكن ربما يأخذ السؤال مع التقديم إلى دقيقتين إلى ثلاث أو أقل من ثلاث دقائق، كل ما أقل أحسن به. إيه طبعا ممكن أقل. الكلام اللي بقوله هنا طبعا هذا ليس من كيسي، هذا ما حدث في التاريخ. طبعا كلنا نعرف معاوية، حكومة معاوية طلعت إشاعة بأن الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام لا يغتسل عن الجمعة ولا يصلي وهو كافر، ولعن على المنابر لمدة 60 سنة. طبعا الأمة الإسلامية غالبيتها
قامت بالشهادة. هم كذلك حصل حق الإمام الحسين سلام الله عليه عندما قام على يزيد قالوا عنه أنه إنسان خارجي. الشيء الثالث ومن ثم أدخل في سؤالي، إحنا عندنا في السعودية قيل عنا الكثير، يعني حتى وصلت يعني في طبعا زمان قيل أن لنا أذناب، أقصد أتباع أهل البيت، وقيل عندنا ليت الطفية. الآن في الوقت الحاضر، الآن السؤال حقي، الآن في الوقت الحاضر إن موجودين أشخاص طبعا الحكومة وأذناب الحكومات، أنا ما أقصد يعني سعوديا كانت أو البحرين أو ما شابه ذلك، الآن إيش قاعدين يعملوا إذا شخص، خاصة أتكلم في المجتمعات الخليجية، أنا أركز بالذات على المجتمعات الخليجية، يعني على سبيل المثال البحرين مجتمع غالبية شيعة والأقلية سنة، لما قاموا البحرينيين قعدوا يطبلوا بعض المثقفين. السؤال بيجيك الآن على أساس أنا أجيب النقطة. قعدوا يطبلوا على أن هذولا جايين جماعة مدسوسين من إيران وهذولا بيبغوا يجيبوا الفرس على أساس يحتلوا المنطقة. سؤالي الآن، ما هو دور النخب، أنا أتكلم النخب، الأشخاص اللي يحاولوا يتصدوا لحق المجتمع بحيث أنهم يسحبوا المجتمع إلى بر الأمام إلى وقت بحيث أن الأكاذيب لا تنطلي عليه، بحيث أن أي تغيير يطلبه المجتمع، طبعا أتكلم التغيير الجذري، التغيير اللي يطلب في الحقوق، يعني خلنا نقول بمعنى آخر، يعني خلنا نقول اللي هو الثورات أو التغيرات الجذرية، هل يوجد وسيلة بالتصدي لحق هؤلاء الأشخاص اللي يقلب الحقائق عكسية؟ شكرا جزيلا. أبو فراس، بالنسبة للأخت التي تحدثت عن مرحلة الستينات والأسباب الكامنة في ذلك الحراك الثوري أو المد الثوري، هدوء رجاء بشقيه القومي واليساري، هنالك جملة من الأسباب والعوامل. في مرحلة الخمسينات والستينات كان هناك تصاعد في حركة التحرر الوطني المعادية للاستعمار والمنادية بالاستقلال الوطني وبإقامة الدولة الوطنية الحديثة بين مزدوجين. ونستطيع القول بأن التجربة المصرية أو عبد الناصر هو كان الرمز الأبرز لمرحلة حركة التحرر الوطني، وفي الوقت نفسه هو كان المثل الأبرز في نجاحاتها وإخفاقاتها. بنية النظام المصري بغض النظر عن الطبيعة الوطنية أو الشخصية أو السجايا الوطنية لعبد الناصر، لكن بنية النظام المصري البيروقراطية، تجاهل دور الشعب أو الجماهير في المشاركة الشعبية في الحركة المستقلة عن النظام، كل ذلك خلق نوع من الطبقة بيروقراطية طفيلية فاسدة بدأت تشكل خميرة لثورة مضادة. أصبح هناك ثورة مضادة في قلب وفي رحم تلك الأنظمة في مصر وغيرها من البلدان، وبالتالي لم تعد تلك النظم ويعني صارقة أو وفية لمشروعها الأساس. بالنسبة للأخ عندما تكلمت عن الثورة عن مرحلة الستينات، هل هنالك رموز ثورية؟ ليست هنالك رموز ثورية في الواقع بارزة في مرحلة الستينات باستثناء شخصية عبد الناصر. هناك حركات ثورية في بلد زي السعودية على سبيل المثال، الحركات الثورية كانت حركات سرية وبالتالي غير معروفة لا بالنسبة إلى الجماهير وحتى بالنسبة إلى الكثير من الكوادر والأعضاء والعناصر نتيجة لظروف العمل السري القاسي. سؤال ثاني إيش هو؟ الأخ سيد عدنان. ها؟ الأخ سيد عدنان سألك من هؤلاء الشباب؟ إيه؟ من هذا الجيل؟ في الواقع المفاجأة هي مفاجأة الجميع، المفاجأة لم تكن بالنسبة لنا يعني السياسيين المخضرمين أو العتق، المفاجأة كانت لمراكز ومراكز الأبحاث والدراسات وأجهزة المخابرات في الدول الكبرى. المفاجأة هنا هذه الخميرة التي
تكلمت عنها التي كنا نعتقد أو نستهين بإمكانياتها بطاقاتها بقدرتها الهائلة على الحشد وعلى المواجهة والمجابهة وصياغة البرامج والشعارات الصحيحة التي تطابق مع الواقع ومع متطلبات الشعوب المنطقة جعلت الأحزاب التقليدية تتراجع بالفعل. وما ذكر أبو رائد خير مثال. هنالك تباينات في على صعيد الحركة السياسية بما في ذلك اليسار. اليسار لم يعد يسار واحد، هناك يساران. في تونس هنالك حزب التجديد وهو الحزب الشيوعي ممثل في الحكومة، وهناك حزب العمال الشيوعي ممثل في الشارع. في مصر هناك حزب التجمع ممثل في الحكومة، وهناك حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وشباب التجمع موجود في الشارع. إذا لم يعد هنالك يسار واحد. طيب دكتور توفيق، لديك مجموعة أسئلة وأيضا الوقت لديك ليس متسع. أيضا الأخت اللي يعني تحدثت حول مشكلة العلاقة مع السنة، هو هذا التساؤل يستبطن في داخله رغبة أنه يجب أن نخلص من هذه المشكلة. يعني يوم من الأيام كنا مثلا أو بعضنا كان يقول أنه لا هذه مشكلة ما تنحل، لكن اليوم احنا نفكر أن لا هذه مشكلة قابلة للحل. ومثل ما الأخ مشاري يعني في سؤاله الذي هو جواب قال احنا عندنا مشكلة تربوية أنه نحن نربي أولادنا مثل ما مثلا آبائنا ربونا على يعني أن ننظر إلى العالم من زاوية الطائفة. يعني وقت اللي ثورة في مصر والشعب يطالب بالحرية نرتاح لها، يوم اللي الشعب في إيران يطالب بالحرية يعني نقف مترددين، أو لما الشعب في مصر أوكي لما في البحرين يعني هذا التفكير الطائفي في العالم، هذا المنظور الطائفي إلى العالم هو من أسباب البلاوي ومن أسباب الخراب. للأسف أنه نحن تربينا على هذا الشيء، ويجب أن لا نربي أبنائنا على أي حال على هذا الموضوع. الحق واحد، الحق واحد يا أخوان، الحق واحد. الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الذي يطالب بالحرية حتى لو يكون وش ما يكون، الذي يقتل من أجل يعني حقوقه الإنسانية، حقوقه التي يقر بها يعني العقل والشرع والسماء والأرض، هذا يجب أن يحترم. أن لا نقسم العالم إلى دارين أو فسطاطين كما فعل بن لادن. العالم ليس مقسوما بين السنة والشيعة، العالم مقسوم بين ظالمين ومظلومين. أعتقد هذا جواب على سؤالين. خلاص خلينا نأخذ، نود أن نأخذ مداخلات. الوقت الباقي لدينا نود أن نسمع وجهات نظر. أبو وضاح سمعنا وجهة نظرك وفي وقت أيضا. مساء الخير، حمد الحمدان. هذا هو جنب. شكرا. بداية أود شكر الأخوين المحاضرين على كل ما جاء، ولكني أعتقد أنني في الجزئيات العظمى من المحاضرة سمعت توصيف للحالة السائدة في العالم العربي وليس تحليل، باستثناء ما تفضل فيها الدكتور السيف وهو تحليل لآليات الثورة، ولكن بدون الغوص للجوانب الموضوعية. أنا لا أميل إلى جلد الذات كما فعل الأخ نجيب. صحيح أنه يقال عننا أننا جيل هزيمة وجيل الذي لم يحقق شيء، هذا مو صحيح. ما حدث الآن هو جملة من التراكمات الموضوعية امتدت من الستينات إلى وقتنا الحاضر. صحيح يعني احنا فشلنا، لكن علينا أن نقيم هذه المسألة وفق موضوعيتها، وفق الأحداث السياسية والواقع العالمي والأقليمي. أنا ذاك لا نميل إلى جلد الذات، أبعد عن جلد الذات. جيلنا قدم شيء، وما قدمه هو الحقيقة مقدمات لما يحدث الآن. الباقي نقطة مهمة لحظة، وهو الجانب التحليلي. أنا أميل
إلى تحليل المادية التاريخية، رغم نكتة الدكتور توفيق الفارسية، وأن كنت سبق سمعتها على واقع الحقيقة العراق على يدها. أتصور أنه ما يحدث الآن هو نهاية أو فشل لمشروع الطبقة الوسطى في العالم العربي، الطبقة التي استولت على الواقع واستحوذت عليه. وما يحدث الآن هو قد يكون بفعل طبقات متشابكة، مثل ما تفضل الدكتور توفيق بأنه فيه اشتركت البرجوازية، اشتركت التجار، اشترك الأخ، لكن المرحلة تختلف. هذا جيل التكنولوجيا، جيل الكمبيوتر، جيل ثقافة معاصرة، الرأي الآخر، الديمقراطية، حقق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى آخر ذلك من هذه الثقافة المعاصرة التي فرضت نفسها على واقعنا الآن. وشكرا. شكرا أبو وضاح. الدكتور يوسف مكي، لا تأخذ نفس وقت أبو وضاح لأنه ليثار عندنا. والله الحقيقة أنا ما عندي شيء كثير، لأني إذا تحدثت سيطول الحديث، وأحيانا يمكن يكون الصمت فضيلة. فأما أتصور أنه يعني لي على الأقل 5 دقائق أقدر أحكي فيها، راح أحكي. ما فيها الإمكان؟ لا، عندك دقيقتين. لا ما أقدر أحكي، أنا أتبرع بدقيقتين للأي لشخص آخر. أعطوه شكرا. ذاكر الحبيب. شكرا دكتور يوسف مكي. مساكم الله بخير. يعني لي بس نقطتين في دقيقتين، ده بس لعل الجميع يهدى، ما قاعد اسمع نفسي انا. لا انا اسمعك، تفضل. هناك عاملين يجب ان يذكرا في اكثر من كذي بعد. طيب، هناك عاملين رئيسيين عملوا في تحريك الثوره، يجب كحقوقي طبعا ادافع عن حق الحقوقيين العرب اللي كان لهم الفضل الكبير أيضا في رفض الساحة العربية بمجمل الثقافة الحقوقية والمدنية، ولعب دور كبير فيها المدونين العرب الأبطال. في العقد الأخير كان البطولة الحقيقية للنشاط السياسي والمدني إلى المدونين والحقوقيين العرب. هذا العمل يجب أن يذكر، وكل الجيل اللي ساهم في الثورة المصرية تحديدا هو جيل حقوقي بامتياز، أعرف الكثيرين. عفوا، العامل الثاني هو عامل الزمن الاتصالي اللي تسارع في خلال العقدين الماضيين، وقد نظر الفيلسوف الثوري الكبير ريجيس دوبري في كتاب الأهم في هذا المجال، وتنبأ بهذه الثورات القادمة من خلال ما سمى بالميديولوجيا. شكرا. شكرا. الأخ خالد النزر. أنا أخشى أن يكون هناك إفراط في التفاؤل من الأخوين المحاضرين. الأستاذ نجيب في مقدمته أعطانا نظرة تفاؤلية، وكأن جميع الدول العربية قد تحولت اليوم إلى دول ديمقراطية يسودها العدل والحرية. كذلك الدكتور توفيق عمل مقارنة بين الشعب المصري والشعب السعودي، أنا أعتقد أنها غير دقيقة. نحن نعلم يا دكتور أن هنا لدينا موضوع الطائفية موضوع شائك، المصريين والشعوب العربية الأخرى، أنت من الناس الذين احتكيت بهم، ليس لديهم هذا الموضوع بتلك الحدة. العسكري أو الجندي في الجيش المصري لم يستطع إطلاق النار لأنه يخشى أن يكون هذا الشخص أخيه أو ابن عمه أو من قريته، أما هنا فيختلف الوضع. هنا في مصر لو بدأت الثورة في الإسكندرية أو في أسوان أو في القاهرة ليس هناك فرق، ولكن هنا لو بدأ شيء في القطيف ماذا تتوقع أن يحصل؟ أنهم رافضة، أنهم إلى آخر. فأرجو أن لا نفرط في التفاؤل. شكرا. الأخ طارق محمد. السلام عليكم. الحقيقة لو أتوقع نسوي استفتاء أفضل من مداخلات. من اليوم أنا أرفض أني أقرأ أي من الكتاب الصحف الحالية. الحقيقة سويت استفتاء سابقا والحين ما أشوف أي أحد منهم الحقيقة تكلم كلمة شجاعة في صحفنا كلها بغض النظر عن أسماء الموجودة. درس تونس ومصر نستفيد منه يعني سريعا. الحكومة تلعب في مواقع طائفية وقومية وكروية وتاريخية
لإغفال الناس عن حقوقها الشرعية الصحيحة. ونحن نعلم بتصريف الأمور هذا الحكومات، بطء شديد في الفهم والتحرك، استخدام غراء جيد في صنع كراسي لهم، استخدام الدين واستعماله كالعجين على حسب ما يرونه. أنا أسأل لا مكرمة ملكية، نريدها حقوق دستورية. شكرا جزيلا الأخ فاضل المغاصر. فاضل المغاسلة، من هو الأخ فاضل المغاسلة؟ السلام عليكم. ملك عبد الله إن شاء الله يعود غدا، فيه كلام من المسؤولين إن في إصلاحات جاية إن شاء الله. الشعب موعود من الإصلاحات وتعب من الوعود. إذا ثار الشعب، هل تعتقد أن الشعب، أول سؤال الأول، الشعب هل تعتقد، موجه للدكتور يوسف، هل تعتقد أن الشعب سوف يثور؟ وإذا ثار الشعب هل سوف يثور على رأس الهرم أو الطبقة اللي تحته؟ شكرا أخ فاضل. الأخ طالب درويش. الأخ طالب درويش. السلام عليكم. أولا بالنسبة للدكتور توفيق السيف، طرح نقطة اللي هي أطلق على انتفاضة البحرين أو ثورة البحرين انتفاضة، وثورة مصر وتونس هدوء ثورة، فلماذا هذا التمايز يعني؟ والشيء الثاني، ما هو تحليلك للبرامج والأنشطة اللي كانت في ثورة مصر من نشاط رياضي ونشاط فني وهكذا؟ الأخ حسين العلق. في الحقيقة أنا كان في ذهني تساؤل، وأعتقد كل الموجودين الليلة وسط هذا الحضور اللافت يتبلور ذات السؤال، وهو ماذا عنا وسط هذه المعمعة في الوطن العربي من تونس وليبيا ومصر والبحرين؟ ماذا عن المملكة؟ هل هناك شروط؟ هل هناك إمكانية لتفجر الأوضاع هنا؟ هل يبدو لي هذا هو السؤال المركزي في ذهن أي واحد فينا اليوم، ورجل الشارع من ضمنهم وليس فقط مثقفين. ولذلك سأجيب بكلمة واحدة، إذا كان لنا أن نختزل، والاختزال سيء في بعض الأحيان، أن نختزل أزمة الوطن العربي والتي فجرت هذه الانتفاضات والثورات في كلمة واحدة، فيبدو لي أنها الإذلال. المواطن العربي مهان، مذل، كرامة منتهكة، حقوق منتهكة. والإجابة على السؤال الذي طرحته في مداخلتي، هل هناك إمكانية ليسأل أي سعودي اليوم نفسه هل حقوقه متوفرة؟ هل حصل على كل ما يريد كإنسان كبشر؟ شكرا. حسن الأخ فيصل عجيان. الأخ فيصل عجيان. السلام عليكم. أنا أعتقد أن التموج اللي حدث من ثورة تونس يكمن في أنهم أوجدوا في دواخل العالم العربي، الأطفال قبل الكبار، أوجدوا أغنية. هذه الأغنية ربما يعني الآن التونسيين يتكلموا عن أثرها حتى على رؤساء بسيطين، رؤساء في العمل، رؤساء يعني. الأغنية تكمن في الشعب يريد إسقاط النظام. يعني هذه الأغنية فعلا هي امتدت امتداد رهيب حتى عند الأطفال. يعني لما تشوف أطفال طالعين من المدارس في الواقع في داخلهم بس يريد من يشعل القداحة، متى بس واحد يقول الشعب وهناك من يكمل. هذه اللحظة إذا ما حدثت أتوقع بأنه سيحدث الانفجار، سيحدث اشتعال، وهذا الاشتعال سيكون كبير. شكرا. أحسنت. الأخ حسن الزاير. يا جماعة يعني بردوا شوية، الكلام ليس هو تحليل وضع وليس تثوير وضع. حسن الزاير. الأخ حسن الزاير. يا جماعة حوالينا ولا علينا، مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أختزل، أنا لست ضليعا بالأدبيات في السياسة، ولكن أريد أن أشير
أنه معظم التغيير الذي يصير في العالم هو ارتداد لخلل في الاقتصاد السياسي، والاقتصاد السياسي أيضا باختصار شديد جدا يعتمد على نجاح الدائرة الاقتصادية. فما حدث في أمريكا في 2008 وأوروبا من الهزيمة الاقتصادية كونت خلل في أو تغيير في التوجه السياسي، وما حدث قبلها في اليابان أيضا كان خلل في الدائرة الاقتصادية. ولو لم يكن هناك شخص لا تذكرونه ولا يتكرر إطلاقا، بروفيسور سايبيرو أوكيتا وهو من جامعة طوكيو، والذي استطاع أن يختزل الدائرة الاقتصادية لليابان من 10 سنوات إلى 7.2%، لما تحقق لليابان ما تحقق. وكل ما يأتي بعدها ارتدادات لفشل نجاح الدائرة الاقتصادية. فإذا فشلت الدائرة الاقتصادية تحركت هناك رغبات مختلفة، بعضها يسميها الأخ الدكتور توفيق يسميها الارتداد الاجتماعي، أو آخر يسميها زي ما حصل في نهاية الستينات الهيبيز، أو ما يحدث في حركات مختلفة. علينا في المملكة أن نركز على نمو وعافية الدائرة الاقتصادية، وبالتالي نعرف إذا كان هناك خلل هنا أو هناك نستطيع أن نوصل إلى نتيجة محترمة. شكرا جزيلا. شكرا للشيخ حسين صويلح. أنا أريد فقط أن أطرح ملاحظتين ثم تساؤل للدكتور السيف، مع أني لم أحضر من البداية. التساؤل هو أن التراكمات السياسية التي حصلت طول 50 سنة الماضية ربما تكون قد أحدثت ما أحدثت في الأمة اليوم، فهل تواكبها تراكمات أيضا ثقافية وذهنية عند المجتمعات بحيث يمكن أن تتوازى مع الوضع السياسي حتى تكون الثورة حقيقية منطلقة من المجتمع فعلا، لكي تكون شعور وإحساس وليس مجرد نشوة وموضة ثورة؟ شكرا جزيلا. سيد إبراهيم الزاكي، وبعده هو الشيخ حسين رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا تقييم أو تحليل أو فهم الوضع الناشئ في المنطقة العربية يجب أن نضع في الاعتبار، إذا أردنا أن نقيم أو نحلل أو نفهم الوضع الناشئ في المنطقة العربية يجب أن نضع في الاعتبار هذه النقاط. أولا، سوء توزيع الدخل القومي والوطني وعدم وجود تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار العدالة بين الجهات والمناطق والأقاليم. نتحدثين عن خلاصة ما يحدث من ثورات، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تهميش شرائح اجتماعية عن المشاركة والاستفراد بالقرار، حيث وهذا ما أشار إليه الأخ نجيب عن احتكار السلطة والوصاية والمجتمع الأبوي. ثالثا، مشكلة شراء الدمم أو شراء الولاءات الاجتماعية، الفساد أو التحالف بين السلطة ورأس المال أو التحالف بين السلطة والإقطاع، وهذا ما أشار إليه الأخ نجيب من خلال الحديث عن بنية الدولة العربية ومن خلال بروز قوى طفيلية. النقطة اللي بعدها، من المهم يعني الحذر من مخاطر الاستقطاب الطائفي وتصوير ما يحدث وكأنه صراع بين الطوائف والمذاهب. أنا أختصر. النقطة الأخيرة، الاهتمام بالمستقبل كما أشار إحدى الأخوات، يجب يعني من خلال الاهتمام يعني بإعلاء القيم كما أشار الأخ نجيب، ومن خلال الاهتمام بالتنمية السياسية أو الثقافة السياسية كما أشار الأخ توفيق. شكرا. أحسن. الشيخ حسين رمضان أبو شهيد.
أنا أريد بس أصحح انطباع عند الأخ الأستاذ مشاري حينما تحدث عن موضوع إيران وقال أستأذن من فلان وكأني وكيل للجمهورية الإسلامية هنا في هذا المجلس. ولكن أحب أقول للأخ مشاري إن إحنا ضد الكبت وضد تكميم الأفواه وضد الدكتاتورية وضد الاحتكار السلطة ونقولها بمل فينا، يعني ما نخشى في ذلك لومة لائم. حتى هنا في بلدنا نقدر نتكلم بحرية، لكن متى ما أتيحت لنا فرصة أن نتحدث على المنابر. وأنا قرأت للكتاب الأمس أو قبل أمس لما تحدثوا عن البحرين، ما في واحد من الكتاب إلا وأشار في نهاية موضوع أنه اللي يحصل في البحرين هو يعني مؤامرة مجوسية وإلى آخره، بينما دول إخواننا نحن في البحرين هم أقرب دائرة لنا. إحنا ما يعنينا اللي يحدث في إيران، إيران دولة وهي تعالج أمورها بنفسها، بس إخواننا الأقرب الناس لنا تربطنا معهم علاقات. يعني ينبغي أن نسلط الأضواء على الكتاب اللي يتحدثون غير الواقع. وشكرا الأخ. شكرا الأخ الأستاذ ميثم الجشي، وبعده الأخ مصطفى أبو كبوس. السلام عليكم. أنا مداخلتي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الجيل الحالي اللي دائما كان يطلق عليه زي ما تفضل الأستاذ عدنان السادة جيل نانسي عجرم أو جيل الفيسبوك، هو الجيل اللي اخترع لغة جديدة من حروف وأرقام إنجليزية عشان يتخاطب بينه وبين نفسه. الجيل الحالي تجاوز الحكومات وتجاوز المنظرين، هذا الجيل الحالي. الجيل الحالي محتاج تشجيع. لا أحد يقول له ولد اسكت، لا تشتكي، لا تقول، لا تروح، خليك انت، ترى يودوك في داهية. النشيدة هذه ملينا منها. كيف؟ خليه يعيش، خليه ينطلق، خليه يفكر. النقطة الثانية، هذه ما هي ثورة جياع. ثورة الجياع لما تقول تاكل الأخضر واليابس. ثورة الجياع ما تحافظ على دولة. الثوار المصريين حافظ على المتحف المصري، حافظ على الدولة المصرية. اللي ينظر للجيل الحالي انه جيل ما يفهم، أثبتت تونس ومصر نمو إحنا اللي ما نفهم، ناس ثانيين اللي ما يفهم. أحسنت يا ميثم، أحسنت. الأخ مصطفى. السلام. ما أعيد دكتور توفيق في نظرية المؤامرة. تتسبب معلومات أو تظهر إلى العلن إنه سياسات الخارجية CIA النفوذ المتصارع في المنطقة يلعب دور في تأجيج الثورات. من جهة أنه أوباما يطلع ويعطي حسني مبارك أنه لك لمت خلاص، في نفس الوقت تطلع تسريبات من الاتحاد السوفيتي من روسيا تكشف الحقائق أنه CIA كان في نفس الفترة اللي يدعم فيها مبارك يدعم فيها الأخوان المسلمين حتى يسقطوا مبارك. نفس الشيء في بالنسبة للجانب الإيراني بعد الانتخابات في فوزنا استفقر في فوز نجاد في 2009 ظهرت الماكينة الإعلام الأمريكية وحرية الرأي وكذا، بس بالنسبة للجانب الأمريكي والجزيرة ونصرة المظلوم كذا يخف الشيء. وفي نفس الفترة تتأجج مرة ثانية المظاهرات الإيرانية ويسلط عليها الإعلام. فما يدك دكتور في نظرية المؤامرة العالمية وتقاسم النفوذ بحيث أنه ما يعني يضحك على الذقون. أحسن، واصل الأخ، وصلت الفكرة. الأخ محمد العبد الباقي. ليلة المفترض نشير ونحيي. أنا أصور جميع شباب العالم العربي، يعني اللي احنا فعنا يوم من الأيام فقدنا الأمل، بس أنا أتصور إن عمل شيء. أنا في اعتقادي لأن تخلى عن نظام الأبوية، لا الإسلام هو الحل ولا اليسار هو الحل، المواطنة والحقوق، الأخوة، رفض الطائفية، وهنا انتصر. وتحية لجميع الشباب بهالشاكلة في كل عالم من العربي. الأخ علي آل ليل. الأخ علي آل ليل، ومن بعده آخر مداخلة للأخ خوان. بسرعة يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. لأكثر من مرة سمعنا وماذا عنا نحن في السعودية، ومن نحن ليس أكثر
من شعب متفرق متجزئ نعيش أزمة ثقة، بل تعدد ذلك إلى اتهام وتشاحن وتباغض. وللأسف لقد لعبت الدولة دورا ولا زالت مفضلة مصلحتها الخاصة على مصلحة الشعب بأكمله، الذي انساق وراء هذه اللعبة فأصبح رهينا لها. فلن نحصل على حق سواء كان ممنوحا من الدولة أو مأخوذا من قبل الشعب ما لم نتحرر من هذا الدور الذي نلعبه من تباغض وتشاحن وتفرق. أحسنت علي، شكرا جزيلا. الأخت الأخت دعاء أبو الرحى من القسم السيدات. السلام عليكم. بما أن المرأة لا تتمتع بأهلية كاملة في المملكة، هل من الممكن أن تبدأ هي الثورة السعودية بالقياس أنها المتضررة الأولى؟ طيب هل هناك خلاص؟ لا شيء تخسره. يعني شفنا في مظاهرات سيول جدة أن إحدى السيدات طلعت وحرضت الناس، حرضت الرجال أو غريزتهم يعني غيرتهم، وطلعوا العشرات. هاي ما انعرفت، هي ما عرفت السبب أو من هي المرأة طلعت وحرضت. هل هناك أيضا في القسم السيدات أحد يريد يدخل ولا شيء؟ هناك أي مداخلة أخيرة من قسم النساء؟ تفضلي وعرفي بنفسك. السلام عليكم. سلوى السيف. ما أدري أنا نهاية الجلسة أحب أختمها بهالأشياء ولا ما أدري انتهت هي ولا لا. مظفر النواب يقول: قتلتنا الردة يا مولاي كما قتلتك بجرح في الغرة، هذا رأس الثورة يحمل في طبق في قصر يزيد، وهذه البقعة أكثر من يوم وسباياك، فيا لله وللحكام ورأس الثورة. نحن نعلم أن الأنظمة السياسية تمارس السياسة على الفطرة القديمة، فهو صاحب ثقافة واحدة ترفض أن تواكب العصر أو تتعلم من تجارب سابقة، وبعض الأنظمة تلجأ إلى المؤسسات القديمة بتسابيحها المعروفة والتي أثبتت أنها حيلة. فالأنظمة لم تقبل بأي حركة تصحيح، لأنه وتبقى كنظام ستاليني يرفض التجديد ويستمر في قبضته على الحكم. لا يهمه أن تخرج أفكار قومية كما ذكر الأستاذ نجيب، قومية ناصرية بعثية أو اشتراكية أو حتى شيوعية كما حدث في الماضي، ولكنه يرتعد من حركات تصحيح تخرج من تحت عباءة فكرة تسحب البساط من تحت قدميه. شكرا. شكرا. في إحدى أحد عند من قسم السيدات وهي الأخيرة. خلاص الأخ عندنا دقيقتين للأخ نجيب ودقيقتين للأخ الدكتور توفيق. ما لفت انتباهي قول أحد المتداخلين حول آفاق العملية الثورية الجارية الآن على صعيد المنطقة العربية. بالتأكيد لا نستطيع أن نتكهن بمسار أو بمآل الانتفاضات أو الثورات الشعبية. كما يسجل التاريخ ثورات انتصرت وحققت أهدافها المعلنة أو المضمرة، يسجل التاريخ بأن هنالك ثورات مغدورة، ثورات وصلت إلى طريق مسدود أو جرى اختطافها. وهنالك العديد من الثورات في بلدان عدة لا داعي لذكرها، وجدنا بأن الثورة وصلت إلى طريق مسدود وشاخت في غضون 3 عقود وجرى اختطافها. لا نستطيع أن نحدد مآل الثورة المصرية. الثورة المصرية رمز النظام سقط، ولكن بنية النظام لا تزال موجودة. بنية النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية لا تزال موجودة، وكذلك الحال في تونس. في تونس الآن قاعد تجري بشكل أكبر عملية تفكيك بنية النظام القديم. نحن الآن نعيش مرحلة انتقالية. يستحضرني قول غرامشي: يموت العالم القديم والجديد لم يولد بعد،
وما بين العتمة والنور تندلع الشياطين. نحن الآن نعيش في هذه المرحلة الانتقالية، مرحلة التي تندلع فيها الشياطين بأشكال مختلفة، وكل وبعض هذه الشياطين يسعى لاختطاف الثورة أو وحدها أو محاولة تسييرها وفقا لمرامي وأهداف وأجندة أيديولوجية سياسية محددة. لهذا هي الثورة إلى الآن هي في خضم تحولات، في خضم تحولات نوعية، في خضم تحولات نوعية. مآل وآفاق الثورة غير واضح المعالم حتى الآن، وهي معركة مفتوحة ومستمرة. شكرا. شكرا دكتور توفيق. أحد الأخوة سأل حول الفارق بين الانتفاضة والثورة. يعني هو الفارق الرئيسي في الحجم وسعة المشاركة والأهداف. إذا كان الهدف كلي والمشاركة فيه كاملة واسعة يعني، فيعني مع مرور الوقت يعتبر ثورة. إذا لا، هو في بداياته أو كان الأهداف دون إسقاط النظام أو دون التغيير جوهري في النظام يعتبر انتفاضة. أحد الأخوة سأل أنه يعني هل تأثيرات الثورة المصرية والتونسية ستطلق تراكم ثقافي يؤدي إلى يعني جعل المجتمع أقرب، أكثر رغبة في التغيير، أكثر استعدادا لتحمل تبعات التغيير؟ جواب نعم حسب رأيي والله العالم. الأخ مصطفى يعني يسأل حول نظرية المؤامرة. حقيقة هذا السؤال يكثر يعني فيه الكلام، ولكن الفكرة أحيانا هي غلط. يعني نظرية المؤامرة لا تعني أنه مثلا الأمريكان عندهم سياسة والإسرائيليين عندهم سياسة والأحزاب عندها سياسة والشعوب، لا طبعا، كل واحد كل ناس عندهم مصالح ويسعون لإنجازها. هذا ليس معنى نظرية. نظرية المؤامرة معناها بشكل بسيط أن ما يجري كله، كل الذي يجري هو عبارة عن مخطط واحد حطه غير ظاهر وكتب فصوله، يعني أشبه بمسرحية الكاتب حدد كل الفصول وكل اللاعبين الممثلين وكل النهايات وقعد يتفرج، فكل اللي قدامنا هو عبارة عن مسرح. كل الناس اللي قاعدين يعني يلعبون أدوار هم في الحقيقة غيرهم قرر لهم هذه الأدوار. هذا هو فكرة نظرية المؤامرة. طبعا هذا الكلام كلام غلط، ما هو صحيح، لأنه الناس اللي قدامنا اللي في الشارع واللي يتصارعوا واللي يقتلوا واللي ينقتلوا، هذول الناس مدفوعين بإرادتهم الخاصة، وهم ناس عقلاء، ما هم ناس أغبياء أو مغيبين. دكتور يوسف. شكرا دكتور توفيق، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أولا بسرعة، أنا ما كنت ماخذ، كنت أتوقع أن السبب عملي أنه تعطي الفرصة للإخوان لأنه ما في فرصة. الثاني فعلا فيه استبداد مثل ما أشار بعض الأخوة القرار الأخير بحق الشباب اللي أعطيتهم دقيقتين فقط. على أي حال أنا أريد أسجل النقاط التالية، أنه في الثورات ما في استنساخ، ما في ثورة تشبه الثانية بما فيها الثورات التقليدية. ثاني شيء النقطة الأخرى أنه ما في ثورة تنشأ من فراغ. الشباب اللي قاموا في تونس واللي قاموا في مصر مش أشباح، هذولا ناس يشتغلون في عالم مفتوح في الفيسبوك والتويتر، وكانوا معروفين ومشكلوا تجمعات من عام 2008 فقط، ما حد صدق أنه هم حيعملوا هالمعجزة. يعني هم كتنظيمات سياسية موجودة من عام 2008 وتشتغل، وارتبطت فيها أيضا حتى ما نغبط مثل ما تفضل الأستاذ نجيب، لا، القوى السياسية كانت يعني داخل الإطار العملية اللي قادوها الشباب، سواء كانت عن طريق كفاية أو حركة التغيير اللي كان فيها البرادعي أو الإخوان المسلمين أو القوميين كانوا داخل العملية، لكن ما كان فيهم أحد يتوقع المفاجأة. إخوان، ترى مصر من عام 2004 إلى حتى اندلاع 25 يناير سجلت 3000 احتجاج واعتصام، فمو من فراغ يعني أنه ما في شيء راح يتغير بدون تراكم نضالي. اللي يتصور أنه في لحظة من اللحظات راح تصير معجزة في بلد
في هذا البلد أو غير هذا البلد بدون سيرورة، بدون حراك، بدون يعني تضحيات، مش ما راح يحصل شيء. المطلوب إنه أي عمل مستقبلي ثبت إنه لن ينجح بدون فكرة المفهوم الوطني، الوحدة الوطنية. كانوا اللي يتكلموا عن مصر، مصر كان في حراسة على الكنائس أيام مبارك الأخيرة، وكان التصور إنه إذا صار في فوضى راح يضربوا الكنائس. اللي حصل من 25 يناير إلى حتى لحظة تنحي مبارك لم تحدث حادثة واحدة، لأن الشعب المصري تسامى فوق كل الفروقات. ومثل هذه الحالة موجودة بين الأمازيغ وبين العرب في تونس، مو بس إحنا اللي عندنا شيعة وسنة، كل البلدان العربية فيها مناطق. الحل الوطني هو السبيل الوحيد ولا غير الحل الوطني. ويعني أكتفي هنا حتى ما الإخوان. تفضل إبراهيم، أنا أبغى أسمعك إبراهيم. وأيضا اسمع. في البداية طبعا مع احترام الشديد للدكتور توفيق والأستاذ الخنيزي، هنا قدم قراءة يعني سريعة، يعني مجرد قراءة نقدية بعيدا عن شخصنا. لن يكون غريبا أن أخفق المشروع الثوري العربي بكافة أطيافه بعيدا عن القبضة الحديدية الاستبدادية السلطوية وعن المنظومة الدولية السياسية التي كانت تحكم لعبة الصراع إبان تلك الحقبة التاريخية. طالما أتت قراءة وتحليلات ما بين مزدوجين كلمة تحليلات الأستاذين الدكتور السيف والأخ الخنيزي بهذا التسطيح والتبسيط والاختزال، إذ لم يقدم لنا الأستاذين الجليلين قراءة للواقع السياسي الاجتماعي الاقتصادي ماضيا وحاضرا والمآلات التي أفرزت هذه الثورات، ثم لم يحاول الأستاذين قراءة الواقع المحلي قراءة سيسيولوجية ثقافية، بنية المجتمع، مكوناته، سيكولوجياته، مرتكزاته إلى آخره. ومن ثم لم يتناول تشريح بنية الأنظمة العربية ومكوناتها، مشروعاتها، آلية حكمها. ثم لم يقرأ الحاضر وإرهاصاته، احتقاناته وانسداد آفاقه إلى آخره. ثم هنالك التسطيح والرؤية الاختزالية الساذجة التي تقدم قراءة وصفية دون ما محاولة ولو أولية للتحليل، ثم قراءة أحداث الماضي خارج سياقاتها الموضوعية، ومن ثم الوصول لاستنتاجات خاطئة بالقطع. أيضا قدم ريجيس دوبريه المناضل المعروف والمفكر حاليا من خلال كتاب علم الإعلام الميديولوجيا كما أشار الأستاذ ذاكر، قراءة استشرافية تحليلية لدور الميديا في الانتقال من العالم الواقعي إلى مجتمع المعلومات، ومن ثم توظيف الفضاء السيبري في أحداث النقلة. أخيرا أشير لتلكم وهذه العنعنات التي أدمنت النشيد الطائفي الممجوج شيعة وسنة شيعة وسنة إلى آخر تلك المتلازمات المرضية. وأؤكد هنا فقط ما قيل حول أن الإنسان إذا أضحى سجين ذاته فهو جلاد يحكمه جلاد. قتلتنا الردة، قتلتنا الردة، قتلتنا أن الواحد فينا في الداخل يحمل الردة. وسأقول أخيرا، سأقول أخيرا، مع مظفر النواب سيكون خرابا، سيكون خرابا. هذه الأمة لا بد لها أن تأخذ درسا في التخريب. بالطبع التخريب الجميل. شكرا الأخ أبو مسار. على كل يعني يبدو الأمور تشعبت. على كل أنا برجع للأصل، الأصل أبو عزيزي. أبو عزيزي يكثف الحالة الشباب. أبو عزيزي جامعي ولكنه عاطل، متخصص لكنه ليس لديه عمل، أراد أن يحفظ ماء وجهه ويبيع، ومع ذلك منع وضرب، وبالتالي الكرامة غير موجودة. تفكيره ينتمي إلى الطبقة الوسطى ولكنه يعيش حالة الكادحين وتحت خط الفقر هو وعائلته. بوعزيزي أيضا يعرف معنى التقنية، وبالتالي هو لجأ للتصوير وإلى ودعا الشباب لأن يروا أنه يحرق جسده، وصور وانتقل الخبر.
أبو عزيزي أيضا يعرف دور الإعلام الجديد، وبالتالي استطاع أيضا أن يوصل هذا وفورا إلى الناس وأن يكثف الحالة. إذن لو نظرنا إلى أبو عزيزي كحالة كتكثيف للحالة نجدها تنطبق بشكل أو بآخر على كل ما يجري. معظم شبابنا عاطلين عن العمل في الوقت اللي هم جامعيين، هذا ينطبق في مصر في تونس إلى آخره. هل هي ثورة جياع؟ نعم هي ثورة جياع، وأيضا ثورة كرامة. معظم 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، معظم الناس فقراء ولا يمتلكون مساكن، هذه حقيقة، وهذا أيضا موجود في السعودية للأسف. أيضا شبابنا عاطل عن العمل. هذا إذا جئنا إلى المسببات. أما إلى كيف المسألة تحولت لأنه الشباب تعدى الزمن القديم، وأهم صفة لهذه الثورات هو غياب الأيديولوجيا وغياب الرمز أو القائد أو الزعيم، وبالتالي هي ثورة شعبية ذات خصائص خاصة وثورة مدنية ديمقراطية. شكرا. شكرا. المداخلة الأخيرة للأخ الأستاذ جعفر الشايب أبو هادي. أنا ما أحب أطيل عليكم، ولكن الأخوات ترى في إزعاج من طرفكم كثير. ها غرضنا من هذا اللقاء أيها الأخوة والأخوات هو أن يكون حوار سياسي تفاعلي حول الأحداث التي تمر بها المنطقة، وأيضا استجلاء الرؤية تجاه المستقبل. ولهذا نشكر الأخوة من الجيل القديم اللي حضروا وشاركوا وتحدثوا عن تجاربهم، ومن الشباب أيضا اللي أبدوا تطلعاتهم وتصوراتهم للمستقبل. كان هدفنا هو هذا التمازج وهذا الاستفادة المشتركة من الجميع، وأعتقد أن اللقاء إن شاء الله حقق الكثير من أهدافه، مع أن طرحت كثير من القضايا والتطلعات. لم يكن الهدف هو تثوير أو تجيش الوضع بمقدار ما هو أن نتعرف على ما يدور حولنا ونتطلع إلى رؤية واضحة تجاه المستقبل في منطقتنا وفي بلدنا بشكل تحديد. تم التأكيد على حتمية التغيير، وبالتالي فإن قضايا الإصلاح بمختلف أشكالها هي مهمة على الجميع ومسؤولية الجميع، وعلى دور الشباب أيضا وعلى دور الشبكات الاجتماعية والإنترنت في هذه المرحلة، والتأكيد على موضوع الهم الوطني الجامع بدل من الهموم المحلية والمناطقية التي هي تقف حجر عثرة أمام أي عملية إصلاحية. وأشير هنا إلى أن بعض المداخلات قد اقتربت من القضايا الشخصية، ويبدو ليس المقصود من المتداخلين أي إثارات شخصية. والأستاذ مشاري هنا يؤكد عندما تحدث حول موضوع إيران لم يكن يقصد الشيخ حسين الرمضان تحديدا في هذا الموضوع، وإنما مجملا يستحضر بعض الأمثلة والنماذج في لدى المثقفين والناشطين عندما تتعارض، مثل ما ذكر الأستاذ محمد، عندما تتعارض مرئياتهم مع همومهم الذاتية والمحلية. أنا أؤكد هنا بأن جميع الآراء التي طرحت في هذا اللقاء هي آراء محل تقدير واحترام، وهي تعبر عن آراء وأفكار أصحابها والمنتدى كما يطبق عادة لا يتحمل مسؤولية هذه الآراء. وشكرا لكم جميعا. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا للجميع الحاضرين. الحقيقة كل الأخوة أردنا من هذا التجمع أن يشارك جميعا، جميع الأخوة والأخوات الذين جاءوا بأسمائهم للمداخلة أعطوا الفرصة، لا يوجد ولا اسم تم استثناء من المداخلة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في أن نتناقش هذا الهم سويا، وأن نكون قد أنهينا هذه الندوة على رأس 10:30. وموعدنا إن شاء الله في أمسيات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.